ازيكم يا شباب، اخباركم؟ عاملين ايه النهارده؟ معادنا مع درس جديد من دروس دراسات اجتماعيه للصف الثاني الاعدادي بعنوان روائع حضارتنا في الحكم والاداره. لسه مكملين وبنتكلم عن عظمه الحضاره الاسلاميه. فقال ان الحضاره الاسلاميه هي اعظم حضاره عرفتها البشر، لان هي جت في وقت كان بيسود العالم الجهل والظلم والقهر والاستعباد، فأقبلوا عليها واستفادوا منها في كافة المجالات. طب إيه الأسس اللي قامت عليها الحضارة الإسلامية؟ أول حاجة إن هي مرتبطة بمبادئ الدين الإسلامي، فهي ارتبطت بالمبادئ السامحة الروحية الأخلاقية. تاني حاجة إن هي اهتمت بالعلم، فالإسلام جه من البداية بيدعو المسلمين للعلم، فالمسلمين اهتموا بالعلم وأبدعوا فيه وأسهموا في الحضارة في كافة المجالات. ثلاثة، الاستناد على قواعد أخلاقية، فالحضارة الإسلامية قامت على قواعد أخلاقية زي العدل، زي المساواة، زي الحرية، زي التساوي. انفتاحها على الثقافات الأخرى، فالحضارة الإسلامية ما كانتش حضارة منغلقة، بالعكس ده ابتدت تدرس الحضارات الأخرى وتستفيد منها، زي الفارسية، زي اليونانية، زي الرومانية، الهندية، فيستفادت من الحضارات التانية. ايه تاني؟ المحافظة على اللغة العربية. فقال لك ببساطة كده إن هم حافظوا على اللغة العربية، فتمسكوا باللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم، ودي كانت الوسيلة اللي بيدرسوا فيها العلوم المختلفة. بما تفسر، حرص المسلمون على تعلم اللغات الأخرى طول عشان استفادة من العلوم تمام الآخرين وإنجازاتهم. فهم استفادوا من علوم الآخرين، فأخذوا منهم الفلك، خدوا منهم الكيمياء والفيزياء والضياء والطب والأدب، وطوروا عليه وحدثوه، ودي البداية اللي كانت الحضارة الأوروبية اللي قامت عليها. فالمسلمين خدوا الحضارة القديمة وخدوا وطوروها وحسنوها، جه الأوروبيين خدوها من المسلمين وبنوا عليها الحضارة الأوروبية اللي احنا عايش فيها لغاية دلوقتي. طيب تعالوا بقى نتكلم عن أول حاجة النهاردة، عن الحكم والإدارة. إيه روائع حضارتنا في الحكم والإدارة؟ إيه مظاهر الدولة في الحكم والإدارة؟ أول منصب عندك ظهر في الحكم كان اسمه الخلافة، فالخلافة هو رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول. بدأت الخلافة بعد وفاة الرسول من غير ما يسيب حد، فترك الأمر شورى، فاختار المسلمين الخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اللي احنا خدناه، وصاروا على نفس نهج الرسول في الزهد وفي المأكل والملبس. المنصب الثاني منصب الوزارة، وده كان بيساعد الخليفة في أعباء الحكم. المنصب ده أيام الرسول وأيام الخلفاء الراشدين كان موجود تمام معنى وليس لفظا. بمعنى إيه؟ إن ما كانش فيه وظيفة اسمها وظيفة الوزير، لكن كان الصحابة بيساعدوا الرسول ويساعدوا الخليفة في أمور الدولة. فكان لما تولى عمر الخلافة كان بيستشير عثمان وعلي، وكان عمر الخطاب بيساعد أبو بكر في الخلافة، وكان الصحابة بيساعدوا الرسول، فهم كانوا بيعملوا مهمة الوزير
بس من غير ما يبقى فيه لفظ او منصب اسمه منصب الوزير. في عهد الامويين استمر الوضع لكنهم تمام ايه الامويين استمر الوضع لكنهم اتخذوا مستشارين ومعاونين للخلفاء. يبقى في الامويين اتخذوا مستشارين ومعاونين للخليفة، عين واحد مستشار يقول رأي الخليفة ومعاون يساعد الخليفة في الأعمال، لكن ظهرت كوظيفة رسمية في عهد مين؟ في عهد العباسيين. دي ظهرت كوظيفة رسمية، يبقى ده منصب مين؟ الوزارة. الإمارة عرفت منذ عهد الرسول، يبقى بدأ منصب الإمارة منذ عهد الرسول. فكان الرسول بيبعت العمال والولاة للمدن والقبائل عشان يعلمهم أمور دينهم، يبعت ناس يعلم الناس أمور الدين وإمامة الناس في الصلاة، تمام؟ زي اللي خدناه بالظبط مصعب ابن عمير. فكان بيبعته مالكش دعوة بأي حاجة غير إن تعلم الناس أمور الدين وتصلي بيهم. في عهد الخلفاء الراشدين استمر الوضع لكنه في عهد أبو بكر، لكنه في عهد عمر الخطاب قسم الدولة الإسلامية لاتساعها تمام إلى ولايات، وعين في كل ولاية والي نائب عنه، والأمويين والعباسيين استمر. يبقى في عهد أبو بكر وعهد الرسول كان ما بيدخلوش في أمور الولاية، كان بس إمامة الناس في الصلاة ويعلم أمور دينهم، لكن اللي قسم الدولة لولايات وعين على كل ولاية والي عمر الخطاب، تمام؟ أما في عهد الأمويين والعباسيين تعال بقى نكمل نشوف الدواوين. الدواوين في الأصل كلمة مش عربية، هي كلمة فارسية معناها السجل أو الدفتر. ظهرت الدواوين إمتى؟ ظهرت في عهد عمر الخطاب، لأن الدولة اتسعت والأمور السياسية والعسكرية والاقتصادية زادت، فأنشأ عمر الخطاب الدواوين. طب الدواوين كانت عنده إيه؟ ديوان الجند وديوان الخراج. وفي عهد الدولة الأموية والعباسية اتوسعت فظهرت الدواوين جديدة، تمام؟ الدواوين السنة دي معنى كل واحد وهدف كل واحد دي مش عليك، بيت معلومة للقراءة فقط. يعني في عهد عمر الخطاب كان ديوان الجند اللي بيكتب أسماء الجنود، والخراج بجمع الضرائب. الدولة الأموية كان في ديوان الرسائل اللي الصدقات، العباسية الجهبذة والأحداث، كل دي بيت للقراءة فقط. المطلوب مني الجزء ده بس، إن أنشأ الدواوين عمر الخطاب. الدواوين دي كلمة فارسية معناها السجل أو الدفتر، وظهرت ليه؟ بسبب اتساع الدولة الإسلامية لكثرة الأمور السياسية والعسكرية والاقتصادية. تعال بقى ناخد نظام الحزبة. الحزبة ده نظام بيرشد الناس إلى السلوك القويم في المعاملات التجارية، وده اللي أنشأه عمر الخطاب لما كان بينزل بنفسه يراقب الأسواق والمكاييل والموازين، وبيحس الناس على الآداب العامة. في عصر الدولة الأموية استمرت مراقبة الأسواق والطرقات، أما في العباسيين فعملوها وظيفة رسمية عرفت باسم الشرطة. إيه تعريف الشرطة؟ هم جند بيستعين بهم الخليفة أو الوالي لحفظ الأمن والنظام وملاحقة المفسدين. زي ما خدنا في الترم اللي فات، الشرطة ظهرت في عهد علي بن أبي طالب، وكبير الشرطة رئيس الشرطة بيلقبوه بلقب صاحب الشرطة. استمرت في عهد الأمويين والعباسيين، وكان صاحب الشرطة زادت صلاحياته، فأصبح من حق صاحب الشرطة إن النظر في الجرائم، إقامة الحدود، والحفاظ على حياة الخليفة. طيب تعال بقى نشوف القضاء. أول قاضي في الإسلام كان الرسول، فكان بيحكم بين الناس ولا يفرق بين الغني والفقير أو الحاكم والمحكوم، الكل سواسية أمام القضاء.
في عهد عمر الخطاب اتسعت الدولة، فكان من الصعب ان عمر الخطاب يروح كل ولاية تمام يحكم فيها، فراح معين في كل ولاية قاضي يحكم بينهم نيابة عنه. الأموي العباسيين برضه استمر الوضع، وكان القضاة يحكمون بكتاب الله وسنته، ولا بيتدخل الخلفاء في أحكام القضاء. يبقى بدأ القضاء منذ عهد الرسول، فهو كان أول قاضي في الإسلام اللي عين قاضي في كل ولاية عمر الخطاب. الجيش، اهتم الرسول بالجيش، واهتم بإعداد جيش قوي عشان أولا يدافع عن الإسلام ويبلغه للناس. فكان القائد الأعلى للجيش كان الرسول، فالرسول كان قائد الأعلى للجيش، هو اللي كان بينظمه ويخطط له بمساعدة أصحابه. في عهد الرسول والخلفاء الراشدين كان الجيش اختياري، وذلك حبا في الشهادة، فكان اختياري وكل اللي يرغب في دخول الجيش يدخل برغبته. أنشأ عمر الخطاب ديوان اسمه ديوان الجند، قلنا عشان يكتب فيه أسماء الجنود ورواتبه. في عهد الأمويين والعباسيين اتحول نظام الجيش إلى تجنيد إجباري. طب أسلحة الجيش كانت إيه؟ السيوف، المنجنيق، تمام، الدروع، السهام، الخوذ، الرماح. هو قالك الأسلحة بتاعت الجيش، قالك السيوف والمنجنيق في الكتاب السنادي، فدول مثالين كويسين ليك. يبقى تاني، الجيش كان اختياري في عهد الرسول والخلفاء الراشدين، وأنشأ عمر الخطاب ديوان الجند. أما الأمويين العباسيين فكان النظام إجباري. الأسطول، الأسطول أنشئ في عهد عثمان بن عفان عشان يأمن حدود الدولة الإسلامية من ناحية مصر والشام ضد غارات الدولة البيزنطية. نتائج ان اتعمل اسطول قدر يصد هجمات الدولة البيزنطية، وقدر ينتصر عليهم في معركة ضخمة اسمها معركة ذات الصواري، خدناها السنة اللي فاتت الترم اللي فات. وتم فتح جزر البحر المتوسط اللي هم جزيرة قبرص وجزيرة رودس. يبقى ببساطة كده انا المطلوب مني ابقى عارف ان الاسطول انشئ في عهد عثمان بن عفان، وده عشان يأمن حدود الدولة الاسلامية سواء كان في مصر او الشام ضد غارات الدولة البيزنطية. نتيجة ان عملنا اسطول صدينا هجمات الدولة البيزنطية وانتصرنا في معركة ذات الصواري وفتحنا جزيرة قبرص.